كلامي. اللي ما بيسمعش كلامي هيتسوح. يا حبيبي انا قلبي عليك. اسمع انت بس كلامي وهي هتقضى. قشطه؟ ماشي. يلا. سلام. ايه ده؟ تركب ولا تشعب؟ نعم. ايه؟ مش محتاج توصيله؟ ايه ده؟ رحيم السيوفي؟ الله، وانت تعرفني؟ ده انا بحبك جدا. ده انت مكسر الدنيا. انا فانز ليك على فكره، انت ومو صلاح. ده انت طلعت حكايه باين عليك. اركب اركب. فين؟ هنا اهو؟ اه. دي عربيتك؟ اه. ما شاء الله. حلوه؟ حلوه قوي. طب اركب. اركب. ما اركبش ليه؟ ده انا بحبك جدا. ايه ده عظمته ده؟ هو ده الخطف؟ طب المطوه دي جبتها ليه طيب؟ كنت كلمته في التليفون انسى على عظمته. عماد هو اللي بعتك بالموبايل ده ليه في الاسم؟ بحبك جدا على فكره. وانت كمان تتحب الصراحه. حبيبي. بس عايز اقول لك على معلومه. اعرف ان انا ما دام وصلت لك تبقى قيمتك قامت، فاتكلم احسن لك. طب ما تقوم قيمتي. هو انت متصور ان انا خايف منك؟ ميجو الوحش ما بيخافش، معروفه. ممكن تقول عليا مجنون، اهبل، ازاي مش خايف من رحيم السيوفي؟ بس انا كده. اصل انا رضعت الخوف ده من صدر امي من زمان، من ايام ما كنت بيبي. فزي ما تقول كده اتعودت عليه وجدتي نحست وما بقاش يفرق معايا. وبعدين انا هخاف منك ليه؟ هتعمل لي ايه يعني؟ هتضربني؟ اضرب. انا بحب الضرب جدا على فكره، جدا. ده امي وانا صغير هانتني ضرب. امال انا وصلت كده ازاي؟ هتعمل لي ايه تاني؟ هتقتلني؟ يا ريت تبقى وفرت عليا تعب سنين جايه. وفرت عليا تعب سنين جايه. ده انا بقول شعر. الله عليك يا ميجو يا مشعره. بس عشان اريحك واثبت لك في نفس الوقت ان انا لا خايف منك ولا خايف من عماد. عماد هو اللي قال لي اعمل كده. وخلاك تعمل ايه تاني؟ وهو عمل كده ليه؟ وخلاك انت تعمل كده ليه؟ انا عامل كده ليه؟ عشان خاطر الفلوس. كنت عاوز اسلك منه كام باكو كده ادلع بيهم نفسي واتشبرق بيهم. وبعدين كنت عاوز اسطر اختي في الحلال بدل ما تمشي شمال. ولا طب انت يرضيك؟ انما هو ليه يعمل كده؟ انا ماليش ان انا اساله يا باشا، ماليش. انا بربط الحمار مطرح ما يقول صاحبه. هو يقول لي اعمل وانا انفذ على طول. بقول لك ايه يا ميجو، كلمها في التليفون هددها. ميجو يتكلم في التليفون. اشتري بودره يا ميجو علشان نحطها لها في مكتبها ونلبسها قضيه. ميجو يشتري على طول. اقتل يا ميجو. ميجو يقتل لميا. لا، القتل ماليش فيه، دي صرفة عماد. لكن انت بقى عاوزني اروح اساله واقول له انت ليه بتعمل كده في الست اللي انت حاطط عينك عليها وعاوز تتجوزها؟ ده جنان اصلا. انا مالي بقى يا راجل، تسجن واحده وتعيشها في رعب وفي الاخر تقول انا مالي؟ وايه يعني لما تترعب لها يومين؟ ما هي طول عمرها عايشه في العز، لا عمرها اكلت من الزباله ولا نامت في الطل عريانه في عز البرد. وبعدين اللي زي الدكتوره دي ما بيتحبسوش كتير، بيخرجوا على طول، مش زينا. احنا لما بنتحبس بنلبس. بس مش عشان خارجين، لا، عشان داخلين. حتى انت يا رحيم بيه، حتى انت كمان مش زينا. لو كنت في يوم قرصك الجوع قوي كنت هتبقى على استعداد انك تعمل اي حاجه، اي حاجه عشان تنفخ بطنك والسلام. يمكن تحس بالشبع. يبقى ما تعرفنيش يا ميجو.
أنا كل اللي أنا فيه ده كان سبب ورث الجوع، بس الفرق اللي بيني وبينك إن أنا مفيش طوق ملفوف حوالين رقبتي. والنبي ما تحسسنيش إنك بتتكلم مع كريم ابن أختك. مفيش مخلوق اتخلق على وجه الأرض دي مفيش طوق حوالين رقبته، بس في ناس بتختاره بمزاجها وناس بيتلف لها غصب عنها. كلامك حلو يا ميجو. الله، مش كلامي لازم يبقى حلو. بس احنا بقى محتاجين نكمل الكلام ده في حته تانيه. يلا يلا نركب العربيه الجميله اللي انت بتحبها. اه ماشي يلا. يا دودو، ايه ده، احنا هننام بدري ولا ايه؟ الساعة بقت واحدة. يعني هو بدري جدا على فكرة. ليليا، هو احنا هنفضل كده؟ مش فاهمة قصدك ايه يعني؟ لا انت فاهم. هنفضل كده متجوزين مع وقف التنفيذ؟ ليليا، أنا بحبك، بحبك، وكل أملي من الدنيا إنك تحبيني خمس الحب اللي بحبه لك. أحبك كفاية عليا أوي وكتير كمان. كل اللي عايزه إنه أشوف في عينك لمعة حب، أسمع منك كلمة بحبك. مش مكلمة في الوقت ده، محظوظ زينا. أي مين؟ رحيم؟ مين اللي معاه؟ لا 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 لا، ما تبلغش البوليس، أنا نازل وهتصرف أنا. يلا رحيم. هنا داليا، مهما حصل ما تحركش من مكانك هنا، فاهمة؟ في ايه؟ أنا قلت ما يصحش يجي لك بيتك متأخر كده ويدي فاضية. ايه؟ مش عارف مين ده؟ ده ماجد. ماجد محسن. ميجو. اسف، ميجو. انت بتقول ايه؟ ومين ده؟ انت مين يا ابني؟ انا مين ايه يا عماد بيه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ انا ميجو، ده احنا دافنينه سوا. بص الصراحه انا لبستك، انا اسف. شهادة لله، هو بيحبك قوي. هو في الأول قاعد يلف ويدور ويقول لي شعر، مش كده ميجو؟ أيوه. بس في الآخر بقى جه معايا سكة وقال لي على كل حاجة. اتفضلي. عماد، في إيه؟ اطلعي فوق يا داليا. إيه؟ هو أنت مش عايز مدام داليا تسمع اللي بيتقال؟ قول لهم يا ميجو على اللي قلتهولي. رحيم، اللي بيني وبينك داليا مالهاش دعوة بيه. مين الراجل ده؟ وعايز إيه؟ ما تتكلم يا ماجد، قول لمدام داليا ايه اللي وداك الاسم في اليوم اللي اتبعت لها فيه الموبايل في الحجز. نسيت اعرفكم ببعض، الاستاذ ماجد محسن شغال في مصنع الاستاذ عماد، مسجل سرقه بالاكراه وبلطجي وديلر على قده. ولما سالته انت اللي قتلت لميا؟ قال لي لا، قال لي ان الاستاذ عماد كان هو اللي ورا قتل لميا. انا مش فاهمه حاجه، انت تقصد ان هو اللي داليا؟ انت لو ما مشيتوش من هنا دلوقتي انت وهو انا هقتلكم. عماد انت اتجننت ليه؟ اجي نام في كده، مسجون سابق ومسجل خطر بيهجموا عليا في بيتي، ده حتى القانون في صفي. ايوه بس انا عايز افهم، انت كنت بتعمل ايه في الاسم؟ انت اللي دخلت لي الموبايل؟ يعني عماد هو اللي بعتك؟ ايوه. بقول لكم ايه يا بهوات؟ بقول لكم ايه يا كبارات البلد؟ محدش فيكم يتحرك لحسن والمصحف، اقطع لكم الرقبه البيضه الحلوه دي. انا كل اللي انا عاوزه
ان انتوا تخرجوني من مشاكلكم، عشان هي معروفه معروفه قوي. الكبار لما بيضربوا بعض مفيش غير احنا بس الصغيرين اللي بنتسحل وبنشيل الليله كلها. ايوه انت كنت بتتصل بيا، انا مستحيل انسى صوتك. ايوه يا دكتوره، انا اللي كنت بتصل باوامر من عماد بيه، مش كده يا عمده بيه؟ ها عمده بيه يقول لي اتكلم، ميجو يتكلم، اشتري بودره، ميجو اشتري. ها من الاخر عماد بيه هو اللي ملبسك القضيه كلها. يلا بقى. طب اهدى اهدى يا مجد، اهدى وشوف انت هتاذي مين دلوقتي. عارف عارف يا رحيم بيه، عشان كده بقول لكم خرجوني من مشاكلكم دي. انا كل اللي انا عايزه ان انا الحق اصرف لي كام الف جنيه اللي انا خدتهم من عماد بيه، بعد كده بقى اعيش اموت مش فارقه معايا، المهم ان انا الحق اتمتع بالفلوس ولازم اخرج من هنا سليم. يا عماد هو اللي حطنا محضر. يا ليه مش وقته، انا بحكي لك كل حاجه بعدين. هتقلق المصعد. ماجد 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 افهمني افهمني دلوقتي، سبب مشاكلنا انا وانت رحيم، يعني لو قتلته هتتحل مشاكلنا. شوفوا انا وانا بحبه بس ماشي. رحيم يا قلبي. Yeah.